اول شيء بدي اطمنكم انه البرازيل ربحت 2-0 يعني، فهذا اهم شيء بالنسبه لي. عم تلعب ضد كوستاريكا؟ شو انا مع البرازيل. شو ممازحا بدا رئيس الحكومه المكلف سعد الحريري حديثه الى الصحفيين بعد لقاء دام اكثر من ساعه مع رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون. ساعة من الوقت خرج بعدها الحريري مرتاحا ومبتسما، وإن دلت مدة اللقاء على شيء فعلى تطور إيجابي واضح في مسار تأليف الحكومة. كان اجتماع كتير إيجابي، وحكينا يعني تشكيل الحكومة بالأحجام يعني، وهيدا فإن شاء الله بيصير في توافق قريبا على هذا الموضوع، والرئيس كان كتير إيجابي بهذا الموضوع. أنا حكمل مشاورات مع كل الأفرقاء السياسيين بهذا الشأن، وأنا برأيي أنه إذا بنشتغل على هالطريقة نحن قادرين نخلص بسرعة كتير كبيرة. أنا برأيي أنه صرنا كتير قريبين على المعادلة الأخيرة، باقي شوية مشاورات وإن شاء الله بنكون ساعتها بنوصل. لا ان شاء الله نحن انا مكمل مشاورات هلا اول ما ارجع على البيت، وبدنا يعني انا برايي انا متفائل كثير يعني. ما لا لا ما يعني انا برايي وصلنا واصلين. الجديد اجرت سلسله اتصالات بالاطراف المعنيه، ففضلت عدم الكشف عن تفاصيل اللقاء لعدم التسبب بعراقيل، غير ان المصادر اشارت الى ان العقدتين القواتيه والدرزيه لم تحلا بعد، لكن الرئيس الحريري مصر على فكها السبت كحد اقصى. لن تبصر الحكومة النور في غياب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يغادر البلاد يوم الاثنين، هذا ما حاول الرئيس المكلف الإيحاء به، ومن ثم فبات من شبه المحسوم أن الولادة ستكون في الأيام القليلة المقبلة، وأن الحريري لا يزال يذلل العقبات، ومما لا شك فيه أن التأليف بات في شوطه الثاني والأخير. لعل سعد، قناة الجديد.